هنا ايضا راح نفرغ الهواء من هنا طبعا. رفعنا التسارع في المركبة وهي واقفة طبعا، حطينا على ممكن واحد وحط واحد وحطين يعني 1200 RPM. ضغط الحين حاليا تقريبا على 32 او في الثلاثينات، ما بين 30 إلى 35. هذه الفقاعات موجودة وراح نعبي لغاية ما تكتبي ان شاء الله. طبعا راح نعبي بهيئة السائل، اسطوانة مقلوبة، لكن الفائدة من هذه القطعة تحول فريون تبريد السائل إلى غاز، وبالتالي راح يضمن لنا دخول الفريون بهيئة غاز والحفاظ على المطار. راح نبدأ نعبي إن شاء الله الحين بسم الله الرحمن الرحيم، وأثناء التعبية راح نراقب العدسة هذه إذا هل في غاز يدخل بهيئة سائل، راح نخفض من المحبس، وإذا ما في راح أيضا نزود من المحبس. وفي هذه الأثناء أيضا راح نراقب اختفاء الفقاعات. لا زال في سائل يدخل، هذا شيء ثاني. راح نقلل من كمية الغاز. هذه القطعة لضمان عدم دخول أي فريون لهيئة السائل للنظام، راح أضيفها طبعا هذه المنطقة. راح نبدأ بإضافة الغاز وأيضا مراقبة أو مشاهدة إذا كان فريون على هيئة السائل أو الغاز. سائل، لذلك يجب طبعا دخول او اضافة الغاز فريون بهيئة سائل بكميات بسيطة. أثناء إضافة الغاز يجب مراقبة عدسة التعبية، وأيضا يجب مراقبة سائل الفريون وضمان تحوله إلى غاز، وبالتالي راح تحافظ على جهازك. اكتمل الآن التعبية واختفت الفقاعات. ضغط الغاز في حدود 28 إلى 30 PSI. باعتقادي ان نسبة نجاح هذه الادوات والمعدات في تحويل فريون التبريد من السائل الى الغاز ممكن لا تعدى في حدود 60-70-80%. لذلك يجب عليك التحكم في كمية الفريون الداخل للنظام بتقليل المحبس او بزيادة المحبس، وبالتالي راح تتحكم
من كمية السائل داخل النظام وراح تحافظ على نظامك. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع الجبان. شكرا جزيلا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.